اهلا وسهلا مرحبا حياكم الله، انا وياكم ضياء عارف. تحيات طيبات كثيرات لكل المتابعين. اليوم راح احكي عن الجزء الثاني لمهند علي، او اكد على الجزء الاول اللي تحدثت به انه مهند علي فردي وشنو مشكلته مع الدحيل بالصوت والصوره، وراح اشرح لكم كل شيء ان شاء الله تعالى، بس خليكم وياي اصبروا عليه شويه. حياكم الله. تحدثنا بالفيديو السابق أنه مهند علي يعتمد، أو أسلوب هجومه يعتمد على التنمر على المدافعين، يعني هو يأخذ الكرة من عيونهم هيجي ويروح يسوي له فرصة ويسجل له هدف. أو الطريقة الثانية أنه مهند علي يشتم أو يتحسس المكان الخطر في جزاء ويبدي يتحرك به، ومن خلال الكرات العشوائية يسجل لك هدف. وهذا طبعا نابع من الدوري العراقي لكرة القدم اللي يعتمد على السنتر شوت، الشوت والشلاق، الكرات الطويلة. وقلنا لكم انه هذا الاسلوب يؤسس للاعب فردي ولا يؤسس للاعب جماعي، يعني مهند علي مع فريق الدحيل هذا الاسلوب ابدا ما راح يخدمه او يخدمه بالمستقبل. لكن الفرديه مو شيء سلبي مثل ما نتوقع، لا، لكن الجماعيه ايضا شيء ايجابي. انت لاعب من ضمن مجموعه لاعبين، وهذا دلاله على كلامنا. شوف افتكاك الكره بالنسبه لمهند علي، حاول يتنمر على المدافعين ويفتك من عندهم كره. نعم، شوف اعتمد على خطا المدافع وبدا ان شلون انطلق 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 وسدد وكاد انه يجيب له هدف، مثل ما بالضبط قلنا بالفيديو السابق اللي اتمنى بعد هذا الفيديو تتابعونه. واضافه لذلك، شوف كل كره عرضيه هي خطيره بالنسبه للدحيل، ويكون مهند علي قريب عليها لكن ما يتوفق بتسجيلها. هذا هو مهند علي، شوف شلون يحاول انه يجيب له هدف لكن ما يتمكن من ذلك لانه ما عنده انسجام مع الفريق. شوف كل كرة عرضية دائما تلقي مهند علي قريب من عدها. هذا الأسلوب الثاني لهجوم مهند علي مع الدحيل. الأسلوب الأول التنمر على المدافعين يعتمد على أخطاء الخصم، والأسلوب الثاني يعتمد على العرضيات. كل كرة عرضية تشوف مهند علي قريب عليها، تفضل هذا، فقط هو يحتاج إلى أنه يكون، يعني فقط يحتاج توفيق مهند علي حتى يسجل مع الدحيل. إذن مشكلة مهند علي مو عويصة، شوف مو مشكلة عويصة ما ممكن حلها، هو بحاجة إلى مدرب لياقة بدنية يسوي له معسكرات تدريبية مكثفة. مع التكرار راح يكون منسجم مع أعضاء الفريق بالدحيل ويكون جماعي وراح يخدم الفريق، وهذا اللي نتأمله واللي نتمناه. شوف كل كرة عرضية مهند علي موجود، كرة عشوائية مهند علي موجود، كرة طويلة مهند علي موجود، مع الكرات الجماعية الكرات البينية تشوف مهند علي ما مفتهمها جدا، ما كلش هاضم الموضوع، يعني جديد عليه، عربكة ربكة كبيرة جدا بين الشرطة وما كان متعود عليه والمنتخب العراقي وبين الدحيل اللي يبني كرات من وسط الملعب ومن أطراف الملعب. شكرا جزيلا لمتابعتكم، اشتراك، تعليق، اعجاب، في امان الله.